ولنقاش تطورات المشهد السوري وتحركات القوى الفاعلة فيه، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، تحياتي. علاقة واشنطن بميليشيا قسد الإرهابية واضحة منذ سنوات، كيف يمكن قراءة التصريحات الأخيرة من بنتاغون حول الشراكة الأمريكية مع قسد وأنها تقتصر على مكافحة تنظيم داعش؟ نعم، طبعا قسد هم شريك التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش منذ أن استفحل خطر هذا التنظيم. مع الانتهاء الأول من هذا التنظيم كان هناك دعم مستمر لقسد، لكن بشكل عام هناك تراجع في الموقف الأمريكي حيال الأزمة في سوريا، حيال الصراع في سوريا، كما تراجع في كل المنطقة عموما. هذا التراجع اتضح بشكل كبير جدا مع الإدارة الجديدة الأمريكية الديمقراطية، إدارة بايدن، الذي بالفعل خصص الشراكة بين التحالف الدولي وقسد فقط بإنهاء ما تبقى من خلايا داعش أو الحد من المخاطر التي ممكن أن تكون من بعض الخلايا أو العناصر من هذا التنظيم. وهذه إشارة واضحة، كما كانت هذه بشكل صريح في موازنة وزارة الدفاع البنتاغون في هذا العام الذي بالفعل خصص المبالغ فقط لمحاربة داعش. هذا التصريح من الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تتدخل في حماية قسد من أي تهديدات أخرى، وهنا نتكلم عن التهديدات التي تتلوح بها تركيا. طبعا ممكن أن تكون هناك عمليات عسكرية للمعارضة لاحقا تدعمها تركيا أو تشارك فيها، وهنا لن يكون هناك موقف أمريكي من هذه الصراعات. نعم، في هذا السياق باعتباركم أشرتم للتدخل التركي أو العملية العسكرية المرتقبة ضد قسد، إلى أي مدى يعد تصريح بنتاغون ربما ضوء أخضر لأنقرة لكي تبدأ في عملياتها العسكرية أو دعم لتركيا في أي عملية مقبلة وهي العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو؟ لا أستطيع أن أقرأ كل التصريحات الأمريكية اليوم على أنها ضوء أخضر لعمل عسكري تركي، لكن بالفعل هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل في الدفاع عن قسد إذا ما تطورت الأمور إلى عمل عسكري. إلى الآن هناك تلويح تركي بالعمل العسكري على الأرض، لا توجد أي مؤشرات لأن هناك عمل عسكري قريب. ربما هناك نقل لبعض القوات، هناك تصريحات سياسية مرتفعة جدا من قبل تركيا، هناك تهديد وتلويح بالعمل العسكري نعم، لكن تترك تركيا مجالا أكبر للمفاوضات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع روسيا. روسيا اليوم أصبحت موجودة في المشهد شمال شرق سوريا كما هي موجودة في باقي المناطق في سوريا. المناورات العسكرية الأخيرة بداية هذا الشهر التي نفذتها روسيا في مناطق سيطرة قسد هي رسالة إلى تركيا أنني موجودة، وأنه لا يمكن التقدم ميدانيا وعسكريا دون التنسيق الكامل مع روسيا. لذلك اليوم هناك ضغط كبير جدا من روسيا على قسد، هناك محاولات استثمار روسية مستمرة هدفها أن تكون هناك تفاهمات استراتيجية ما بين قسد وما بين النظام. الحديث عن هذه العلاقات يقودنا إلى تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة حول تطبيع العربي مع نظام الأسد والذي اعتبرته مخالف للإجماع الدولي، كيف يمكن تفسير هذا الموقف الأمريكي؟ طبعا الدول المحيطة بسوريا، نتكلم بالتحديد عن الأردن، نتكلم عن الخليج العربي بكل دوله، نتكلم حتى عن إسرائيل، هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن يقدموا على خطوات مستفزة أو تستدعي تدخلا أمريكيا بمعنى أنها خارجة عن المسار الأمريكي العام، لكن هذه الدول تتقدم ببعض الخطوات، تبادر ببعض العلاقات، ربما تكون مقلقة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا ترقى إلى مرحلة التدخل الأمريكي أو الإجراءات الأمريكية. هناك دائما مخاوف كبيرة جدا لدى المحيط من النفوذ الإيراني في سوريا، النفوذ الكبير جدا المتوغل،
روسيا دائما تلعب على الهامش الامريكي، والهامش الامريكي اليوم واسع. نقول امريكا تراجعت في الشان السوري، تراجعت سياسيا وحتى عسكريا في الشان السوري، الامر الذي يترك المجال واسعا لروسيا لتدخل اكبر، مفاوضات مباشره بين روسيا وبين حلفاء الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه، وعلى راسهم اسرائيل، نعم، الاردن، مصر، والخليج بما فيه الامارات طبعا، وايضا مع الجزائر، مع مختلف الدول، من اجل خلق فرصه من هذا الهامش الامريكي لانقاذ الاسد او لاعطاء فرصه للاسد. طبعا شكرا جزيلا لكم الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان، حدثنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه، والمعذره على المقاطعه لضيق الوقت.